لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. سلامات، ليش مخلين باب الاستراحة مفتوح؟ أنا من ناحيتي صرت بدري، آخر اثنين طلع من الاستراحة كفتة وشكش. عوايدكم يا السبك، مهبل أنتم. إيه لا تظلمونا، طلعنا وصالح موجود. أمش أمش أنت وياه أمش. أوف 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 أوف، وش ذا؟ وش هذا؟ من مسوي كذا؟ عامر، ليكون حرامك تحمل الاستراحة. وش الحرام الفاضي اللي بيعضعض الجلسة؟ واضح انها شيطنة كلب. اي والله انك صادق، هذا شغل كلب ابن كلب. مسهم الخير. ايه كمان رايق؟ ليش سبت الباب مفتوح؟ وش السالفة؟ مين مقاطع الفرش؟ مين لعبة باستراحة؟ كلب الشارع. وش قصدك؟ انا مالي دخل. اي صح، مو هو بنت، بس في واحد هدر ترك الباب مفتوح. لا 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 تثبت انه هالمقصود انا، بعدين ترى ابوه عامل استراحة، والله ما يروح تفقد الباب. سلامات، العامل كارفينا ليل ونهار، تبي يسر معك بعد وسدك الباب وراك؟ ورا ما سكيت انت ها؟ ورا ما ترد؟ اسطرك الحين؟ انا اوريك. امشي كفته خل نضبط الغداء، وانتم مرتبوا الجلسه. عامل، لمين هذا؟ هذا للعامل المسكين. عطني قصدير. الله. يا الخسيس، انت اللي سويتها؟ توني واصله الاستراحه وجايبه معي قهوة. هذا لازم يتعاقب. الله، يس يس، والله ما توقعت يا بنات، موضوعي ضرب ترند. وعشان ما ينزل من ترند لازم تضيفين واحد جديد. بس اسمعي، فيلم يسوي دراما واكشن كذا، كذا يصيح يسوي حركات. زين زين. دقيقة دقيقة، يلا بس دقيقة دقيقة، بعد السنابة على طول حطي كود سنابك عشان تجيك الإضافات. طبعا بحطه. يا ناس، مو قادرة أنسى المنظر اللي شفته، مو متخيلة أنه في ناس بدون قلب وبدون رحمة. لا لا، أنا ما قدرت أنام ولا قدرت أنسى. ترى دمعتك غالية علينا وكلنا تأثرنا فعلا. هذا مستحيل، مستحيل يكون بشر. هذا وحش على شكل بشر. لكن تأكدي تأكدي انه راح نحيل للجهات المختصة وينال عقوبته السجن والغرامة. هلا ابو عامر. هلا، حيا الله ابو كفته. يا اخي ايش حركات ابنك هذه؟ في كل مكان حركاته، تمسخن مسخن حركاته. خير وشو مسوي بعد؟ ايش خير؟ ابنك فاضحكم في كل مكان، مقاطع في كل مكان، في كل السوشيال ميديا، طايح لك تعذيب في الكلاب. يا اخي شوف لك حل، شوف لك حل في ابنك، اربطوه له، شوف لك اي حل فيه. اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع، ابنك ما يمشي مع ابني بتنا البتة. اقول دخل ولك ببيتك وسك عليه. سلام. فضحنا بها. ام عامر، شوفي ولدك مو بصاحي. اوف اوف اوف، عامر شوف شوف عامر وش مسوي. عجيب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمه يبا، شفتوا عامر شو سوى؟
شفنا. لا وترند الأول في تويتر. هلا والله بالقطوة البطلة. بخر عن قطوتي. السلام عليكم يبا. الله لا يسلم فيكم وطبره. وش فيك تضرب السلب يا سلب؟ وش السالفة؟ السالفة إنك ما أنت بصاحي. شفتوا كيف يعذب الكلب؟ الظاهر يبي لنا نربيك من جديد. أوف أوف أوف، هذه وش عندها؟ كبرتها صغيرة. لا والله إلا أنا بسب العصا، أبا أضربك لين ما تصير رجال، لا ما تكبر يا بزر. ما بول أنت، الحين العالم لبستني القضية وتقعد تضحك على ولد عمك. لا تحامد يا حبايب، حل الموضوع عندي، ناقل بالطاولة على مي. وشلون؟ قبل كل شيء أحمد ربك إنك صرت مشهور، ثاني شيء نبروح أنا وياك نصوره زينا لسلب الاستراحة، وبظهر إنك مظلوم ونميت تبلك. عز الله إنك جبتها. الحين ننطرب؟ ننطرب أحلى طرب بعد. عاد عيني. هلا أنا أوريك. يا رجال الحين استراحتنا نورت باللون العالمي الاصفر والازرق. تصدق لو اصفر واسود احلى. اقوم اشيلها. لا 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 خله. وين الجلسه القديمه؟ رميناها يا ابويا. ياسر تبرع بالجلسه الحلوه دي والنوم عليها قال ابوي لي. والله مريحه. الله يسلمك يا ياسر. الله لا يسلمك لا انت ولا هو. ايش فيك عصبت؟ عصبت يا طقيه عشان لون الجلسه ازرق واصفر. درج انت وياه درج. انا جاي اصور الخراب اللي سواه الكلب استراحتنا. كانت فكرتي عشان نفكه من هالمصيبه اللي هو به، بس انتم طلعتوا صوت هايم. اوبا يا عيال نلحق عند الزباله. يلا ايه سلامات. وين مودي جلستنا؟ هذا كويس. أنا يبقى هذا عشان شغل أنا تنعيم لياسة وتنزيل تربيبة. أنا يبقى هذا. والتلبيس الحمراء وينها؟ أنت قرقر زيادة، أنا ما أحتاج، أنا فدي بلدية. أبلش ما فوقين يا صديق. اسمحي لي قبل لا أبدأ أني أقوم أصفق لك. تبين الصدق؟ الشيء اللي انت سويتيه هذا عمل بطولي، عمل بطولي تستحقين اكثر من التصفيق. انا مهما ذكرت ومهما قلت يعجز لساني ان يظهر ما في قلبي على هذا المعنف اللي اسمه عامر. هذا رجل شرس، واللي انت سويتيه سويتي شيء مصيبه. الناس قاعده تبحث عن هذا المعنف ان ندينه ونعاقبه. اي والله صراحه منظر الكلب وهو ينطق حزني. لا تجبر الكلب. أنا كل ما ذكرت للكلب هذا أزيد شراسة على هذا اللي اسمه عامر، وودي أستخدم معه كل الأنظمة اللي الدينة عشان أسجنه. سجن وقضية ضد عامر؟ طيب شلون؟ كيف؟ تحت أي بند؟ يبدو يا أستاذ أنك ما تعرفين تتعاملين مع مين. أنا من أهم المحامين في البلد، يعني لنا منافذنا القانونية اللي نقدر نجرم المجرم فيها حتى لو ما كان. احنا ناخذ بالقراءة وندينا. بس تأكدي اني راح اخليه ورا القضبان. بس قبل لا انسى، انت كملتي نص الطريق؟ نص الطريق الباقي عندي انا. ترى المبلغ اللي عليك 20,000 تسددينه للهينك بعد ما نسجنه. هيه اقول لو سمحتي، ترى هذه قذف. أقول 20,000 عشان كلب؟ اسمع 60 داهية الكلب واللي طقه. يخرب بيته، وين الإنسانية والرحمة والله طلعتي على عمل الكلب. أنا بصراحة مستغرب من هذا الشخص. المفروض إنه ما يصنفونه من هالبشر. كيف يعتدي على حيوان لطيف ضعيف ويعامله بهالقساوة؟ هذول قلوبهم ضعيفة، المفروض إنه نرحمهم مثل عيالنا ونتعامل معهم بلطف. ما ينفع ان نكون يعني قاسيين. يلا ابغى ايس كريم. انا كم مره قايل لك اذا شفتني اصور سناب ولا اصور مقطع ما تتقل عليه. كم مره قايل لك. يلا انقلع. وحنا كمجتمع واحد المفروض نكون هادين،
ما نكون قاسين على الناس يا جماعة. يعني هذول حيوانات لازم تحافظون عليهم، لازم تهتمون فيهم، ما ينفع كذا. وهذا اللي كنا نخشاه، ما دام الموضوع وصل للإعلام الأجنبي، من اللي بحاسب المعتوب على هالتصرفات المشينة اللي قاعد تسويها؟ من اللي راح يدفع الثمن؟ اللي راح يدفع الثمن التجارة، التجارة الأوروبية اللي احنا راح نفسر التعاون معهم، وأيضا البورصة. لكن قلنا لكم، قلنا لكم يا أخي يطيعونا لو مرة واحدة. الشيء اللي نقول لكم عليه يهم الوطن، يهم مصلحة المجتمع. إذا تماديتوا مع هالأشكال وما عوقبوا، راح يطلع لنا 1000 واحد زيه. والله يا أخوي ما أدري وش أسوي، الولد مساكين وحالته صعبة، بس ما بقى حد إلا وهاجمه. حتى أنا ما خلاني بحالي، حتى قطوتي. وحتى أنا في نص الجيم يسحب مني اليد ويهوشني. الله يهديه. بس صدقيني يا أختي، اللي فيه هذا من الفراغ، هو لازم يتوظف، لازم يتوظف، لازم يشغل نفسه بأي شيء. على يدك يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا هلا خالي. هلا، شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. اسمعني يا عامر، وأنا خالك أباك تمر إني بشرك بكرة إن شاء الله، لأنه عندي وظيفة وأنا محتاجك فيها، أحسن من الفراغ اللي أنت جالس فيه وهديت الناس وضيقت صدر أمك وأبوك، حتى الكلاب ما خليتها. الحين لك سنة ما وظفتني، وعلشان الكلب توظفني؟ والله كفو. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خالي؟ أنا عامر. داخل عنده اجتماع، ممكن تنتظره؟ سلامات، ترى خالي. معلش، حتى لو أنه خالك تفضل استريح لو سمحت. أبشري الحين استريح. لو سمحت يا الأخ، وين رايح؟ تعال. أوه تحدوك، جاي بوتاتشينو مدرب باريس. والله ما أنت بسالي يا خال. السلام عليكم مدير. ليش ما تلعب ميسي؟ دايما مبابي مبابي مبابي، عط فرصة لميسي يا أخي. ترى أفت إنجليزي إذا تبي تتاجني بشيء ولاش. I am sorry, this is my nephew. Is this the guy who tortured the dog? You're right, it definitely is. This contract is canceled. Why? We can't do business with somebody associated with him. He's crazy. ما عليك صوت، حتى ذا crazy. Excuse me? I'm crazy? ما شاء الله طلعت طويل، بس بالملعب قصير. وراك سألت، ترى ما أعرف معناها. خلاص أنا crazy. Let's go. وش بكم؟ سلامات، وش في؟ ها؟ وين رايحين؟ احنا بضرب نفسك مهبول انت، خبل. اتدري انك خربت علي صفقة؟ يلا تقلع تقلع تقلع. والوظيفة اللي قلت لي عنها؟ ما عندي لك وظيفة. ولا عاد تجي للشركة هنا حش رجولك حش، يلا تقلع. وش دعوة يا خال؟ يفرقنا بوتاتشيني وباريس سان جيرمان. يا ابن الحلال تقلع يا ابن الحلال، قوم عليك، لا تتعدن على شيء، انقلع. ابطلع. بس تكفى يا خال، المرة الجاية جيب زيدان، تراني أحبه. يا ابن الحلال تقلع، لا قوم عليك الحين. أبشر أبشر أبشر. Let's go. تكفى يرحم أمك، موضوعي واقف عندك، وأنت الوحيد اللي ممكن تطلعني من المشكلة. خلنا أصورك بالجوال وقول لهم إني أنا بريء. تكفى تكفى تهز الرجاجيل. حد شلون الكلاب؟ الله 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 الله، تقول لي في الصناعية والقاك مجلس مع هذا الأحبل؟ قلت يا بقعد شوية وبعد أروح البيت. أنا قلت لك قبل هذه المرة أصحك تجلس مع أبو كلاب، ولا حسيت رجلك حش؟ وأنت والله لعلم بوك. لا لا لا، تقول لي أبويا، أنا بطلت استراحة وبطلت عامل. قدام من بيت اقطعها يا عامل. قدام من بيت. الحين العالم وش فيها قلبت علي؟ أنا وش سويت؟ الفتاة التي صورت حادثة تعذيب الكلب، الأخت مي التي يا عيال، وبهذه ما جارتنا المجتمع معها. حياك الله أخت مي معنا على الهواء، ويا ليت تقولي لنا إيش اللي حصل بالضبط. مثل ما شفتوا بالمقطع، كنت جالسة بالسيارة قدام استراحتنا، وبالصدفة طلع هذا الكلب المسكين من استراحتهم، وكان هذا المتوحش
مفسخ نعاله ويجري وراه نصابه. قسم بالله ما ضربته. تبي الشهره ذي؟ كان شوي انا والريس النصابه. انا والريس ونحن يهمنا في المقام الأول سلامة الأخت مي، فنرجو ممن يكون قريبا من الحدث أن يذهب لمساعدة. الهبول ذا يبي يجيب العيد بعمره، قوم جيبه. يلا يلا الله يستر. ما أسمح لك تصورين. أقول لك تصورين. يا عامر تصورين. معليش أختي، بس حياة بوجهي، خوي عنده ظروف نفسية من الموقف اللي صار له. شفتوا؟ حتى خوي اعترف عليه، قالت لكم هذا مريض نفسيا ولازم يتعالج. سلامات وش اللي مريض نفسيا؟ وخر أنت، بعدين ليش تعزز لها؟ معلش اعترف لهم عادين عندك ظروف نفسية من حلال. أنا عندي ظروف نفسية؟ من زينك من زين وجهك. شفتوا؟ حتى هو خوي قلب علي، وعندي ظروف نفسية، مريض نفسيا هذا. أنا مريض نفسية؟ وريني مريض نفسيا لحالك. قسم بالله وخليك الله. وريني خويك أنا وريني. مريض نفسيا. كل الله يا ابن الحلال. عنده مشاكل نفسية هذا الإنسان، مريض. تدري عاد يا عامر؟ في بداية الأمر أول ما بدأ الحدث أنا قمت أناظر الموضوع من جميع الجوانب، وصلت النتيجة أني رحمت الكلب أكثر منك. واضح ما يحتاج تقول. بس رجعت لإنسانيتي وقلت يا أخي الولد هذا ما سوى الفعل هذا إلا يبدو أن عنده مشكلة، لازم أحد يوقف معه. ما هي بمعقولة كل الناس تنمر عليه. فاليوم أنا راح أحط يدي في يدك وبوقف معك، وراح هذه اللي اسمها مي راح تاخذ عقوبتها. لحست مخي، انت الحين معي ولا ضدي؟ اقول لك معك يا عامر، اقول لك رجعت لانسانيتي، يعني بوقف معك. مي هذه نقدر نسجنها وعليها ادانه. وشلون؟ انا اقول لك وشلون. تدري مي هذه ان احنا مسكنا عليها قرينه، القرينه هذه انها جت صورتك بدون علمك ونشرتها، وهذا يعتبر من الجرائم الإلكترونية، يعني لازم تعاقب عليه. وعقوبته وشو؟ السجن والغرامة، يعني بتاخذ فلوس وراح تتعاقب. صدقني يا عامر كأني أشوف الموقف قدامي. أبا خليك تشوفها وهي أول ما تشوفه تقول لك هاو هاو عامر، يعني بتقلب كلب. إيش كلب يا عامر؟ هاو هاو حقتنا. ها حقتنا. ايه تصير مصدومة. بس مالك شغل، العقوبة سجن وغرامة. سجن وغرامة؟ ايه. مي مي لا 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 سلامات، صح انها حقيرة وتستاهل، بس مستحيل انهي مستقبلها. شايف يا حبويلك السالب كالعادي انا القاه بالشارع. انت تجي منه مع اللفة على هونك بالموتر، انزل لما السالب معك اكله. اهم شيء عندي أنا بصير باثل لايف بالتوك توك، لا تناظر الكاميرا، ما أبي أحد يحس إنك تمثل، أبيه طبيعي. طيب أبشر أبشر، وبعدين وش أسوي؟ تنزل لما الكلب وتمسح على راسه وتعطيه أكل. لا يا شيخ، ورا ما أحب راسه بعد. يا ليت. تخسى أنت وهو. الزبدة، أنا بابث من حساب واحد من أخوياي المشاهير، يعني المقطع إيش بيصير به؟ يبي يضرب. قسم بالله إن فكرتك البطلة. يا أخي خلنا أحسن سمعتي. كفو والله يا صالح.